وافق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وافق على مبادرة وزارة شؤون الشباب والرياضة، وبعد التقرير الذي رفعه سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة إلى سموه بمنح المراكز الشبابية مبلغ 5000 دينار بحريني كدعم إضافي، وذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة استجابة لتكون البحرين عاصمة للشباب والرياضة. وتأتي موافقة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على المبادرة حرصا من سموه على دعم المراكز الشبابية وجعلها المكان المفضل للشباب والأكثر نشاطا في تنمية مهاراتهم واستنهاض هممهم، وهو الأمر الذي يتناسب مع الرعاية الكريمة التي يوليها جلالة الملك المفدى للحركة الشبابية والرياضية في المملكة، وتجسيدا لحرص جلالته على توفير مختلف أشكال الدعم للمراكز الشبابية، كما أن هذا الدعم يتوافق مع اهتمامات سمو رئيس الوزراء في الارتقاء بمنظومة العمل في المراكز الشبابية ودعم سمو ولي العهد لتكون المراكز الشبابية الوجهة المفضلة للشباب. وبهذه المناسبة رفع سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة خالص الشكر وفائق التقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على موافقة سموه الكريم على المبادرة التي تهدف للارتقاء بالأنشطة والبرامج التي تقدمها المراكز الشبابية والتواصل دورها الحيوي في رعاية الشباب البحريني في مختلف المجالات، معتبرا أن موافقة سموه على المبادرة تعتبر بمثابة نظرة تستشرف المستقبل للمراكز الشبابية وتعينها على الاستمرار في أداء واجبها الوطني، وذلك في تجسيد حقيقي من سموه ولما تحظى به الحركة الشبابية البحرينية من رعاية فائقة، الأمر الذي بلغت فيه الحركة الشبابية البحرينية مكانة مرموقة على مختلف الصعد.